غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى أهله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى أهله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. اللهم يا الله لا إله إلا أنت يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا حليم يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيد يا حفيد يا حفيد يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا راقب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بائس يا شهيد يا حق يا واكل يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا مؤيد يا مخي يا مميت يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانئ يا ضار يا مانئ يا ضار يا مانئ يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باكي يا وارث يا رشيد يا صبور. اللهم إنا ندعوك بأسمائك الحسنى كما أمرتنا فاستجب إلهنا كما وعدتنا. اللهم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ببركة سورة الفاتحة المعظمة وسبع المثاني من القرآن وبسر الأسمائك الحسنى واسمك المعظم. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مكروبا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا مؤسرا إلا يسرته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرت يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمشايخ مشايخنا ولإخواتنا ولأخواتنا ولأزواجنا ولأبنائنا ولبناتنا ولذرياتنا ولتلاميذنا وتلميذاتنا ولأصدقائنا ولمعارفنا ولأصحاب الواجبة علينا ولذوي الحقوق علينا ولمن أحبنا أحببناه ولمن أوصانا بالدعاء ولمن أسأنا عليهم ولمن ظلمناهم ولجميع المسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين. يا الله كستي كولا لانستيرس ديريك كولا ينكن حاضر وانتن مجلس منيكو نيون داتنج panjenengan kanthi nyebat asma-asma agung panjenengan kados panjenengan perintahaken mugi panjenengan kabulaken kados panjenengan janjiaken. Ya Allah Gusti kula lan sedherek kula ingkang hadir wonten majelis menika sak zuriyahipun mugi panjenengan paringi wilujeng lahir batin panjenengan paringi wilujeng donya akhirat
panjang tetepakan iman dan Islam kita Gusti, panjang akan nidatus umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi sederek kula sedaya Gusti ingkang hadir wonten majelis menika panjenengan gampilaken sedaya urusan-urusanipun, panjenengan jembaraken rezekinipun kangge ibadah dhateng panjenengan, lan mugi panjenengan kabulaken sedaya panyuwunanipun sederek-sederek kula ingkang hadir wonten majelis menika. Ya mujibas sa'ilin, ya mujibas sa'ilin, ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والسيوف المختلفة والفتن والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدتنا اندونيسيا هذه خاصة من بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلقه محمد الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kekaten mararabu kirang langkungipun nyunakungi pangapunten. Wallahu yuwaffiquna ila ma fi khairul Islam wal muslimin khairul Indonesia wa Indonesiin wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kelajengaken wasan doa saking panjenenganipun Simbah Kiai Haji Yasin Al-Hafidh kagem panjenenganipun sasana wekdal kula aturaken. Nuwun semoga. Terima kasih.